السيد الرئيس يتكلم ب نحن العالم، فمصر هنا تمثل العالم. يعني يقول نحن الدول لابد أن نعتني بهذه القضية، نحن الدول، نحن الدول. إذن مصر هنا تتحدث باسم العالم، وهذا ما سيحدث إن شاء الله في شرم الشيخ. العالم المتقدم الآن أصبح في وسط الحدث، فينتظر وبشغف ما الذي يسفر عنه كل مفاوضات شرم الشيخ. والعالم النامي هو عالم متأثر فقط، مصر والدول الأفريقية في المقام الأول، وكل الدول النامية والدول الأقل نموا هي في وسط الحدث. أنا كمصر ماليش ذنب تماما في هذه القضية، أنا كل مساهمتي في غازات الاحتباس الحراري لا تتجاوز 0.5%، في حين أن دولة زي الصين تساهم ب 30%، 30% 11 مليار طن ثاني أكسيد الكربون سنويا تضخ في الغلاف الجوي، الولايات المتحدة 15%، روسيا والبرازيل والأرجنتين وكندا والاتحاد الأوروبي كل من يساهم زي ما حضرتك قلت بالضبط قبل الفترة أن 20 دولة تساهم ب 80%، هو أكثر من 85% من غازات الاحتباس الحراري. يعني ذنب هذه الكرة الأرضية في رقبة 20 دولة، وهم 20 دولة الصناعية، هم 20 دولة اللي من بداية الثورة الصناعية الأولى 1860 حتى هذه اللحظة تضخ سنويا مليارات الأطنان وعشرات المليارات من الأطنان، وصلت ل 40 مليار طن دلوقتي تضخ في الغلاف الجوي. الغلاف الجوي هيستحمل إيه؟ الغلاف الجوي عبارة عن طبقة، هي الطبقة التي تشكل مناخ الأرض، وفيها تركيز غازات احتباس حراري بتركيز معين منذ أن خلق الله الأرض. بيجي عصور جليدية وعصور مناخية، في كل مرة تزيد درجة حرارة الأرض ثم تنخفض مرة أخرى، ولكن لا يزيد تأثيرات، لا يزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون. لأول مرة في التاريخ المنظور أن يصل تركيز ثاني أكسيد الكربون فوق ال 417 جزء في المليون، كان لا يتجاوز 200 و210 و215 ما قبل الثورة الصناعية. وبالتالي سرعة زيادة درجة الحرارة على الكوكب أصبحت أكبر بكتير من التوقعات اللي كانت محطوطة من سنين فاتت. ودي نقطة مهمة جدا، ومش أكبر وبس، ودائما تفاجئ العالم. يعني العالم المتقدم بما لديه من نماذج للتنبؤ كان لا يتوقع أبدا أن تجف أنهار أوروبا. أوروبا دي موجودة في منطقة معتدلة مناخيا، المناطق المعتدلة مناخيا كانوا عشان كده في فترات طويلة فقامة الرئيس من ضمن الكلام اللي قاله كلام مهم جدا، إن العالم ضيع فرص كانت فرص مهمة، ولا يجب أن يضيع فرصة الآن حتى لا يستشهد الأجيال القادمة بما خسرنا. يعني الأجيال اللي جاية تقول أنتوا ضيعتوا الفرصة، أنتوا التانيين برضو. فالسيد الرئيس بيؤكد على هذه الفكرة، أن لا يجب أن نضيع فرص أخرى. ليه لا يجب أن نضيع فرص أخرى؟ لأن درجة حرارة الكرة الأرضية الآن زادت درجة مئوية، درجة 1.1، لو وصلت لدرجة ونص أو تعدتها لا سبيل للرجوع.